وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. وآية الآيات الإمام الكبير محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برديزبة الجعفي البخاري آية من آيات الله الكبيرة، نعمة الله على هذه الأمة من أكبر نعمها. هذا الرجل الذي بلغ حفظه الآفاق في زمنه وحي، فدخل بغداد وبغداد كانت حاضرة العلم وحاضرة الحديث في زمنه، فسمع أهل الحديث بقدوم البخاري بغداد فأرادوا أن يمتحنوه، فأخذوا 10 من الناس، 10، ولقنوا كل واحد من 10 10 أحاديث مقلوبة الأسانيد، أعطوا إسناد هذا الحديث إلى متن ذاك وإسناد هذا إلى متن ذاك، وحفظوا هذا 10 أحاديث مقلوبة. أنا أضرب لكم مثلا البخاري يروي حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا المتن، ويروي حديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هذا إنما الأعمال بالنيات، يرويه البخاري عن الحميدي عن يحيى بن سعيد الأنصاري، يروي عن الحميدي عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب، يروي حديث من أدرك ركعة من الصلاة يرويه عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. طيب هذو ماذا صنعوا؟ كأنهم جاءوا إلى حديث إنما الأعمال بالنيات فقالوا حفظوا هذاك، حفظوه، قال قل حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وقالوا قل حدثنا الحميدي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن الوقاص عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة. هذو اثنان حديثان، هم صنعوا ذلك بعشرة أحاديث لواحد، والثاني عشرة والثالث عشرة والرابع عشرة، كم هذه الأحاديث؟ 100 حديث كلها مقلوبة الأسانيد والمتون. وقالوا إذا غص المسجد بالناس فسألوا البخاري، إذا جاء البخاري دخل المسجد، هذا البخاري المسجد ممتلئ مكتظ بالناس، فلما أخذ الناس طبعا والعلماء أيضا هؤلاء الذين يمتحنون موجودون أيضا في الناس، فلما أخذ الناس مجالسهم قام الأول فقال يا أبا عبد الله حديث كذا 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 كذا، قال البخاري لا أعرفه. هل البخاري إذا قلت له حديث هذا الذي ذكرنا مثلا التنيسي عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، سيقول لك البخاري أعرفه؟ هذا حديث لا يعرفه أحد، غير موجود، مفهوم؟ لكن قال حديث كذا، قال البخاري لا أعرفه. السؤال الثاني هو نفسه، وحديث كذا كذا عن النبي قال البخاري لا أعرفه، حديث كذا كذا ثالث لا أعرفه، وطبعا لا يعرف شيئا من هذا لأن كلها غير موجودة، كلها مقلوبة الأسانيد. بدأ العلماء ينظر بعضهم إلى بعض ويقولون فهم الرجل، فطن فهم ماذا؟ لأنه بزاف هذا الشيء كثير على الغلط، ولا لا؟ 10 أنت، وقام الثاني أيضا كثير، فهم أنه الامتحان. العوام ماذا يفعلون؟ هذا هو البخاري لا يعرف شيئا، كلما سئل عن حديث قال لا أعرفه، هذا البخاري. فقام الثاني وسأل إلى تمام العشرة، في كل ذلك لا يعدو البخاري أن يقول لا أعرفه. فلما عرف البخاري، فلما علم أنهم قد انتهوا التفت إلى الأول وقال أما حديثك الأول فقلت كذا وصوابه كذا، وحديثك الثاني قلت كذا وصوابه كذا، حتى رد عليه العشرة الأحاديث التي ذكرها له، والتفت إلى الثاني وقال له أما حديثك الأول فصوابه فقلت كذا وصوابه كذا، وأما حديثك الثاني فقلت كذا وصوابه كذا، وهكذا إلى أن أتم تصحيح العشرة الأحاديث لكل واحد من العشرة،
هذه القصة لو لم تكن اشتهرت واستفاضت لا يمكن أن تصدق. ولذلك الآن لما غلب الكسل والجمود على الناس صاروا لا يصدقون وبزاف لا كذوب ديالكم انتوبا ايه كذوب ديالنا صافي كذوب ديالنا. ابن حجر رحمه الله يعلق على هذه الواقعة يقول هنا يخضع للبخاري. شوف لما يقول ابن حجر يقول هنا يخضع للبخاري فليس العجب من البخاري أن يرد كل حديث إلى الصواب فإنه كان حافظا يعرف أسانيد هذه الأحاديث، لكن العجب أن يحفظ الخطأ على الترتيب الذي ألقي إليه من أول مرة. تدرون ما هذا؟ وهذا الذي يذكره العراقي عندما يذكر في باب المقلوب ومنه قلب سند لمتني نحو امتحانهم إمام الفني بمئتين لما أتى بغداد فردها وجود الإسناد. هذه من تجليات إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهي الله سبحانه هؤلاء الأئمة وألهمهم هذا المنهج لحفظ كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فجزاهم الله عن المسلمين خيرا.